يولي طبيب يعني منتوج قابل للاستعمال في وزاره الصحه، وزاره الصحه بالشق ديالها العمومي والشق ديالها الخاص، لان اليوم وزاره الصحه ديال العام وديال الخاص ما كنفرقوش ما بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث كذلك. فهاد الحقبه عنده الحق يمشي فين بغى، عمرنا كنمنعو. واش يمكن لي انا نمنع انا ليميغراسيون ديال هاد الناس اللي غنمشيو لبلايص اخرى؟ جامي ميمكنليش، ولكن خاصني ناخذ بعين الاعتبار العدد ديال الناس اللي كيمشيو ونزيد عليهم باش نقدر نحقق داك لا كومبونساسيون ديال داك التعويض على داك الناس اللي كيهاجروا. واش بالله عليكم الدوله كتكون 1600 ديال الاطباء كل عام، خاص 600 تمشي لها كل عام ونسكتوا؟ واش سي نورمال؟ ما يمكنش، خصنا نديرو شي حاجه. والخلل ما فين كاين؟ الخلل هو ان الجاذبيه ما كايناش. اذا راه درنا الاجراءات ودخلنا هذا الاصلاح واللي القوانين ديالو خرجت، القانون الاطار 29 بالحمايه الاجتماعيه، القانون الاطار 0624 واللي جاب فيه كذلك القانون 09 ديال 22 ديال الوظيفه الصحيه، والقانون 08 ديال 22 ديال المجموعات الصحيه الترابيه اللي غادي تدخل اليوم في الاجراء ديالها والقوانين التطبيقيه، غادي تنشروا في جوان. ملي غادي تنشروا وغتولي الاجراء على الميدان ديال هذا الاصلاح، غادي يجيو هذوك الناس اللي كانوا تفقات عليهم غيتلاقاو مع هذا الاصلاح، وغادي يشوفوا الجاذبيه كتبدل ديال القطاع الصحه. دابا حيت الاشكاليه اللوجيسيال باش كيخدموا، كيخدموا باللوجيسيال القديم ديال اننا الاصلاح تنقعوا علينا، ولكن انا ما عنديش رؤيه ما كنشوفش. حنا كنقولوا لهم ها الرؤيه اللي غادي تمشيو ليها، وغادي نكونوا وغنزيدوا في العدد، واللي بغى يمشي الله يسهل عليه، ولكن داك الجاذبيه اللي غنديروا حنايا وفي اطار ديال 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 الوظيفه الصحيه كنفتحوا ابواب بارتناريا بوبليك للشراكه مع القطاع الخاص، الشراكه مع الاطباء اللي بغاو يجيو من على برا، نعيطوا للخبراء يمكن لهم يخدموا معنا. هذا هو اللي يمكن لهم يجيو يخدموا معنا. راه بزاف الناس اليوم عندنا 450 اجنبي اللي خدامه في المغرب، ولكن كطمح للافضل. انما 450 اجنبي اللي جات شي اليوم كلها كنمشي للقطاع الخاص. انا بغيت حتى في القطاع المجموعات الصحيه الترابيه يخدموا معنا هاد الناس اللي بغات الكفاءات الاجنبيه، باش بالنصوص التطبيقيه اللي غادي تنشر ديال الوظيفه الصحيه في متم 2000 يونيو 2000 سميتو 2024 ان شاء الله.